بحضور مناضلي ومناضلات حزب الوسط من أجل العدالة والتنمية اختتمت صباح اليوم أعمال الملتقى الإقليمي للحزب. ترأس المناسبة الختامية رئيس الحزب الدكتور عبد الرحيم يونس علي. تقرير عبد الله هارون بضمة. الملتقى الإقليمي لحزب الوسط من أجل العدالة والتنمية والذي شارك فيه حشد كبير من مناضلي ومناضلات الحزب الذين قدموا من مختلف أقاليم البلاد، جاء حفل اختتام أعمال الملتقى الذي استمر لمدة يومين كاملين. الأولى في هذه المناسبة الختامية كانت من نصيب اللجنة التنظيمية والتي قدمها محمد عبد الله موسى شاكرا فيها جميع الوفود المشاركة على تلبيتهم الدعوة. عقب ذلك جاءت كلمة ممثلي المناديب بالأقاليم وممثلي البلديات الأشرة مشيرين فيها إلى أهمية الملتقى الحادث الذي يقدم المصلحة الوطنية، مقدمين شكرهم إلى جميع مناضلي ومناضلات الحزب على حضورهم المشرف. وتقللت المناسبة الختامية رفع توصيات وقرارات من جهة المشاركين إلى الرئيس الوطني للحزب. المطالبة بضرورة عقد الانتخابات التشريعية الشفافة والنزيهة في أسرع وقت، كما يطالب المشاركون بضرورة أن يستعد الحزب من الآن استعدادا جيدا للانتخابات القادمة. في ختام أعمال الملتقى الرئيس الوطني للحزب الدكتور عبد الرحيم يونس علي قدم شكره لجميع المناضلين من الجنسين، وأضاف بأن الحزب سيظل واقفا بجانب القضايا التي تهم الشعب. هذا الملتقى الذي يعقد لأول مرة بالنسبة لحزب الوسط وكذلك بالنسبة لكثير من الأحزاب الوطنية، لا أقول كل الأحزاب لكن لكثير من الأحزاب الوطنية، لأول مرة يعقد هذا المؤتمر بهذا الشكل. المشاركين ناقشوا قضايا هامة وطرحوا أفكار نيرة، واختتم الورقة الأخيرة بمقر حزب الوسط أيضا شارك فيه نفس الحاضرون في اليوم الأول، وبالتالي خرجت التوصيات التي تليت أمامكم، ونعتبر أنها توصيات ونتائج مهمة بالنسبة لحزب الوسط وكذلك بالنسبة لوطننا الحبيب. كما ختم الحفل الميمون بتوزيع شهادات شكر وتقدير لكافة ممثلي مندوبيات الأقاليم الذين شاركوا في الملتقى، وذلك نظرا لجهودهم الجبارة وتفانيهم من أجل نجاح سياسة الحزب في الأراضي الوطنية. سياسيا أيضا، وهذه المرة في إقليم بطحة، حيث قام الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية الإنقاذ بإقليم بطحة إبراهيم سنوسي عمران بجولة توعوية حول أهداف وتوجيهات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـMPS. تقرير أحمد داود آدم للمرة الثانية. يواصل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البطحة إبراهيم السنوسي إمام وأعضاء المكتب الإقليمي جولتهم التوعوية والتنويرية. ففي مركز الجضع بوادي ريما استقبلت جماهير الحركة الأمين الإقليمي وفد المرافق له، حيث تم عقد لقاء جماهيريا تحدث فيه عدد من المتداخلين. طلبوا من جماهير الحركة الاستعداد التام للمرحلة المقبلة، وأكدوا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الوحدة والتكاتف والترابط. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البطحة قال إن جولته تهدف إلى توصيل رسالة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو إلى جماهير الحركة. أنا قدامنا الدبتين والميري، إذا بعد اليوم نكون جاهزين، عندما نكون جاهزين يكون ما عندنا صعوبة ممكن نتهدأ في أي وقت. هذا ومن ثم نظم السباق للخيل شارك فيه عشرات من الخيول، حيث قدمت جوائز نقدية للفائزين في هذا السباق. وأكد رئيس اللجنة التنظيمية أنه سعيد جدا لهذا السباق وتمنى أن يستمر.